تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب اليوم بفريق العمل معايا في الإعداد، الأستاذ حسني البلاونة، والتنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما وائل قواه، ومتحدثكم عبد الله جمعة. أذكركم أيضا مستمعين الأعزاء بالتواصل معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم مستمعينا الأعزاء بأن أول فقرة فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع السوشيال ميديا وزميلتنا الأخت أسماء الجناحي. صباح الخير أختي أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا مرحبا بك وصباح النور والسعادة. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي والأشياء اللي صارت أمس في قنوات التواصل الاجتماعي. مثل ما تعرفون أمس كانت الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها تم تغيير بعض المواعيد وأوقات العمل في المراكز اللي سيتم إعلانها قريبا. بعض الإجراءات الاحترازية اللي موجودة في ويتم ذكرها في الإحاطة، إن المراكز التجارية ومحلات التسوق إن عدد الأشخاص ما يكون 30%، المحافظة على مترين أفق التباعد، مبدأ التباعد الجسدي، حظر دخول كبار السن فوق 60 سنة، والأطفال دون 12 سنة. مدة التسوق يجب أن لا تتخطى 2 ساعة. الإعلان عن التوقيت الجديد للمولات سيكون إن شاء الله قريبا. مواعيد فتح المحلات التجارية من 9 صباحا وحتى 7 مساء، وهذا كله ابتداء من تاريخ 27. أيضا القطاعات ومحلات التجزئة اللي مثل تجارة اللحوم، المحامض، المطاحن، المسارخ والأسماك والبن والشاي ومحلات الحلويات بتكون من 6 صباحا لغاية 6 مساء. منافذ اللي تعمل على 24 ساعة هي المواد الغذائية، الجمعيات التعاونية، البقالات، السوبر ماركت والصيدليات. هذول مسموح لهم أن يعملون على مدى 24 ساعة. أيضا بيبدأ برنامج التعقيم الوطني يوميا من 8 مساء وحتى 6 صباحا في اليوم التالي، اعتبارا من 27 رمضان مو 27 مايو وحتى شعار آخر. فنحن أيضا نتمنى أن من الجميع خصوصا زيارات والعيد جاي أن تكون فعلا فرحة، والفرحة بتكون أن نحن مثلا نتجنب زيارات وجماعات خلال الفترة هاي الحساسة، نمتنع عن توزيع العيديات النقدية ويكون بدالها الرقمية، تجنب النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الأكثر عرضة اللي عندهم أمراض المزمنة أو كبار المواطنين وغيره، أن يتجنبون الخروج كليا، حظر لقاء العمالة المساعدة في المنزل إلى أي أشخاص برا البيت. فهاي بعض النصائح اللي تم وضعها أو تم ذكرها في الإحاطة الإعلامية، ونحن نتمنى من الجميع الالتزام لأن الجميع اليوم مسؤول عن الجميع، وكل الأشياء اللي نحن نسويها راح تأثر. ممكن يكون شخص واحد غير مسؤول لكن يسبب المرض تقريبا 40 شخص أو 50 شخص، هو ما يحتاج عدد كبير، يحتاج شخص واحد غير مسؤول فقط.
فاليوم نحن كنا مسؤولون ومسؤولين على كل شيء نحن نسويه. إذا مو بعشاننا نحن، إذا ما نخاف على عمرنا المفروض نخاف على الموجودين معانا، على الكبار المواطنين، على أبهاتنا، على عيالنا، على الحريم من الحوامل. فمفروض نحن يعني نحن اليوم نكون مسؤولين عن كل شيء نسويه. فهاي كانت يعني من الأشياء المهمة اللي حبينا نركز عليها. غير هذا نحن مستمرين في التوعية العامة على الأمور الثانية لمرض السكري وغيره من ضمن نشراتنا اليومية، وهاي عشان نحن نتمنى من الجميع أن حياتهم تكون أكثر صحة وسعادة. اللي عنده أي مشاكل صحية يقدر يستخدم خدماتنا الذكية، منها تطبيق هيئة الصحة بدبي، وأنه يقدر أنه ياخذ استشارة طبية وياخذ موعده من خلال التطبيق وما يحتاج أنه يتصل على الرقم المجاني. هاي الأشياء اللي حابين نشارككم فيها اليوم، ودمتم بالصحة والسعادة. أستاذة أسماء الجناحي، دمتي بالصحة والسعادة، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، نذكركم بالخدمات المتميزة التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، طبيب لك المواطن، وأيضا مبادرة دوائي، وأيضا خدمة الواتساب. يمكنكم مستمعينا الأعزاء التواصل والاستفادة من الخدمات هاي على الأرقام 800-00-342. وأيضا نذكركم بمبادرة قطرة دمك تنقذ حياة إنسان، يمكنكم أيضا التواصل على الرقم 800-342. قبل لا نطلع الفاصل مستمعين الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن الوقت المناسب لممارسة الرياضة مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة رنا إبراهيم، وبنعرف الكثير عن الأوقات المناسبة والإجراءات الصحيحة لممارسة الرياضة، ولكن كل هذا مستمعين الأعزاء بعد الفاصل. خلكم ويانا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أذكركم بالأرقام على 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا الثانية بتكون عن التوعية أو الرياضة، الوقت المناسب لممارسة الرياضة، ولكن مستمعين الأعزاء بناخذ هذا الخبر من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن دراسة تحدد أبرز أعراض كورونا الأولية. توصلت دراسة جديدة أجريت في جامعة هارفارد الأمريكية وكلية كينغز كوليدج في لندن إلى أن أكثر من 65% من مرضى فيروس كورونا المستجد تحدثوا عن فقدانهم حاسة الشم في وقت مبكر يسبق الأعراض المعروفة مثل الحمى والسعال وضيق التنفس. وأضافت أيضا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فقدان حاسة الشم إلى الأعراض المعتمدة بشأن المرض نفسه. وأيضا أجريت الدراسة على أكثر من 2.6 مليون شخص، نحو 17% منهم من المصابين بالكورونا فيروس، فيما استعان الباحثون بتطبيق رقمي من أجل تتبع الأعراض التي تظهر عليهم. وأشار الأطباء في بداية أزمة كورونا إلى أن أعراض أغلبها تنفسية لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة قبل أن تطور إلى أعراض أخرى مثل فقدان التذوق والشم وكدمات القدمين وأيضا الجلطات الدم. نأخذ معكم مستمعين الأعزاء فقرة التوعية في الوقت المناسب لممارسة الرياضة مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة رنا إبراهيم. الأستاذة رنا، صباح الخير. السلام عليكم، صباح النور. إن شاء الله رمضان مبارك عليكم جميعا. اليوم رح نتكلم عن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان أو في وقت الصيام. طبعا ممارسة الرياضة تحتاج إلى المداومة والاستمرارية مهما كانت الظروف والوقت الذي نمارس فيه تلك الرياضة، حتى مع شهر رمضان المبارك يجب أن نمارس التمارين، ولكن هناك بعض النقاط والعناصر التي يجب أن نضعها في الحسبان. ومن ضمنها يجب أن نؤكد أن الرياضة ليست مجرد تمارين عضلية تمارسها في الصالة الرياضية، ولكنها أسلوب حياة يجب أن نعيشه دائما. فمثلا يجب أن نمارس الرياضة من خلال المشي أثناء الذهاب للعمل صباحا أو في مقر العمل كلما أمكننا ذلك.
ثانيا يجب أن نعلم أن هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء ممارسة التمارين في الصيام، من ضمنها العمر والحالة الصحية العامة للشخص، توقيت ممارسة الرياضة المعتاد قبل رمضان، هل هو في الصباح أم في المساء؟ الهدف من ممارسة الرياضة هل مجرد الحفاظ على اللياقة أم بناء العضلات أم لخفض الوزن؟ ما هي نوعية الرياضة؟ وأيضا مكان ممارسة التمارين، هل هو مكان مغلق ومكيف أم مكان مفتوح معرض للشمس بشكل مباشر؟ ثالثا، وجدت الدراسات الرياضية أن الرياضيين المحترفين والمعتادين على حمل تدريبي عالي يمكنهم التدريب مع الصيام دون أي تأثير على مستوى أدائهم العضلي. أما بالنسبة للأشخاص العاديين فيختلف حسب الحالة الصحية العامة ومعدل ممارسة الرياضة قبل رمضان، ولكن في الغالب القدرة على ممارسة الرياضة خلال الصيام تبدأ بالانخفاض تدريجيا. متى يمكننا ممارسة الرياضة في رمضان؟ هناك بعض الأمور الهامة التي يجب أن نضعها في الحسبان. أولا، يجب تجنب أوقات الظهيرة وسطوع الشمس نهائيا عند ممارسة ألعاب في الأماكن المفتوحة حتى لا نسقط مزيد من السوائل من خلال التعرق. ثانيا، يفضل ممارسة الرياضة أثناء الصيام قبل المغرب مباشرة في مدة لا تزيد من 40 إلى 60 دقيقة. أما بعد الإفطار فيفضل أن تكون الرياضة بعد ساعتين من وجبة الإفطار وحسب كمية الوجبة التي تم تناولها. وعند ممارسة الرياضة بعد الإفطار يجب تعويض السوائل في أثناء ممارسة الرياضة بتناول 100 إلى 200 مل من السوائل كل 15 دقيقة. والآن، ما هو الوقت المفضل أن نمارس فيه الرياضة في خلال فترة الصيام؟ يا إما بعد الفجر مباشرة في مدة تقريبا 30 إلى 45 دقيقة، أو قبل الإفطار مثل ما ذكرت من 40 إلى 60 دقيقة، وهي أفضل وسيلة لمن يرغبون في فقدان الوزن. لماذا؟ لأن لها فوائد على الأنسجة الدهنية الموجودة به، حيث أن مخزون السكر المتواجد في الجسم سيكون أوشك على الانتهاء، مما يضطر الجسم إلى استخدام الدهون كمصدر للطاقة. وثانيا، تعمل على حرق الدهون المخزونة وزيادة كفاءة الكبد وتنشيط معدل الأيض، وأيضا تعمل على تنشيط عمليات الأكسدة وأنظمة الطاقة في الجسم وزيادة كفاءة الجهاز الهضمي وتخليص الجسم من الشحوم والمحافظة على وزن الجسم الصحي. ويفضل عدم ممارسة الرياضة العنيفة قبل الإفطار نهائيا، الابتعاد عنها، وإنما ممارسة الرياضة البسيطة مثل المشي، تمارين البطن أو الجري الخفيف في المكان، أو تمارين شد الجسم. أما بعد الإفطار فيمكن ممارسة الرياضة التي تحتاج إلى جهد أكبر. في حال الشعور بالهبوط في أي وقت أثناء ممارسة الرياضة يجب التوقف تماما، وممكن استمرار بعد الإفطار، لا يوجد أي مشكلة. إن أسوأ فترات ممارسة الرياضة ممكن إنها تكون بعد الإفطار مباشرة، يعني بدون فترة استراحة، أو بعد الإفطار بفترة قصيرة. يجب دائما أن يكون هناك فترة زمنية بعد الإفطار والرياضة. نعم استاذ رنا، تينا دائما نحن يعني استفسارات بخصوص الموضوع اللي تفضلتي فيه، وبالاخص يعني فئه المصابين مثلا بامراض مزمنه، سواء مثلا القلب او الكلى، او اللي عندهم يعني مثلا بشكل مستمر او يومي غسيل الكلى، وايضا المرضى اللي مصابين بداء السكري، ان يعني في هناك بعض الاراء بان ممارسه الرياضه قبل الافطار بساعة أو بعد الإفطار بساعتين، فلو بس تنصحين الجانب هذا بالأخص يعني اللي عندهم الأمراض المزمنة، ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة؟ أفضل وقت دائما حتى للي بيكون عندهم أمراض مزمنة اللي هي بيكون قبل الإفطار مباشرة، ويفضل إنها تكون الوقت أقل من الشخص الصحي، يعني مثلا تكون تقريبا لمدة 30 دقيقة، ويكون التمرين خفيف، يعني مثلا مشي بسيط إنه ما يعمل جهد، خصوصي لمرضى السكري، لأن إحنا ما بدنا مستوى السكر عندهم يهبط فجأة، فممكن لا سمح ومهم الله. ايضا استاذ رنا، ان يعني بالنسبه للمصابين بداء السكر يكون يعني عارف القراءات، لان تعرفين مرات تكون القراءات يعني تطلع وتنزل، فقبل لا يمارس الرياضه لابد انه يفحص ويشوف القراءه مستوى السكر عنده، اذا كان يعني في المستويات الطبيعيه فمفروض انه يتخذ القرار ويمارس الرياضه، ايضا هذا جانب كثير مهم. بالضبط، اللي بيعانوا من مرضى السكري بالذات لازم يكونوا متابعة مباشرة مع الدكتور على حسب الدرجات اللي هم بياخدوها، سواء انسولين او الأدوية. نعم. الأستاذة رنا إبراهيم، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك، شكرا جزيلا. سلام.
مستمعينا الأعزاء، بناخذ وياكم فاصل قصير، ولكن بعد الفاصل بنرجع وبكون معانا الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا بيكون معاها مع الدكتورة مي عن حملة التبرع بالدم بنادي الوصل الرياضي بدبي، وبنعرف التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. خلكم ويانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجع لكم. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم مستمعينا الأعزاء بأرقام التواصل معنا على 600-55-1414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. تنظم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع نادي الوصل الرياضي حملة للتبرع بالدم بهدف توفير كميات كافية من فصائل الدم المختلفة لمحتاجيها من المرضى. للحديث عن هذا الموضوع يسر أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي. دكتورة مي، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور أستاذ عبد الله، الله يحفظكم. الله يحييك دكتورة. نحن الحقيقة يعني شاكرينكم، شاكرين جهودكم الكبيرة أنت وفريق العمل بخصوص موضوع يعني المبادرات اللي تسوونها بشكل مستمر في موضوع التبرع بالدم، ونحن نعرف أن موضوع التبرع بالدم شيء أساسي جدا، ودائما هناك في فئة من الناس من المرضى يعني معتمدين على التبرع الدم. فتحدثينا دكتورة، تعطينا فكرة عامة عن هاي الحملة اللي تقومون بها بتنظيمها مع نادي الوصل الرياضي في دبي. طبعا صباح الخير والسرور للجميع، وإن شاء الله كل عام والجميع بخير وصحة وسلامة. إذا في شكر ممكن أن أقدمه اليوم فأقدمه للمتبرعين بالدم الكرام اللي يأتون إلى المركز بصورة متواصلة ويتبرعون في ظل هذه الظروف، فحقيقة كل الشكر والتقدير والاحترام أوجه لهم، بالإضافة إلى القيادات في هيئة الصحة في دبي اللي ما قصرت في طلبات المركز خلال هذه الفترة. طبعا مركز دبي للتبرع بالدم يصرف الدم إلى جميع مستشفيات هيئة الصحة، وحاليا 40 مستشفى خاص في إمارة دبي. وخلال هذه الفترة، فترة التفشي وباء كورونا، كان في تحديات كبيرة لاستقبال المتبرعين وتوفير الدم بالكميات المطلوبة، لكن الحمد لله بفضل القيادات الرشيدة وبفضل الدعم وبفضل وعي الجمهور وحبهم في العطاء والخير، استطعنا والحمد لله إلى حد اليوم الدم متوفر وموجود بالكميات المطلوبة، وما في مريض كان محتاج إلى دم لم يتم توفير الدم إلا، فهذا الحمد لله إنجاز كبير، ولأنه بنوك الدم في كل العالم أمام هذا التحدي. طبعا نحن في بداية جائحة الكوفيد بدينا، طبعا تم إلغاء حافلات التبرع بالدم اللي كانت هي تسحب 80% من وحدات الدم، الباصات المتنقلة اللي تجوب مختلف الأماكن لسحب الدم من المتبرعين، وهذا طبعا بناء على توجيهات هيئة الطوارئ والأزمات ولحماية المجتمع طبعا وضمان التباعد الاجتماعي. فبالتالي صار الضغط كله يكون بالمركز، فقاموا المتبرعين يأتون إلى المركز. طبعا المتبرعين يأتون أما عن طريق هم حبهم للتبرع بالدم ويجون من حالهم، أو أنه إحنا نبعث رسائل نصية للتذكير ونحثهم على أخذ مواعيد، هذا بالإضافة إلى أنه مستشفيات بصورة عامة بدأت تحس أهالي المرضى وأقارب المرضى إذا يقدرون يتبرعون بالدم، وليس إجباري بس إذا قدروا يتبرعون بالدم فهذا طبعا دعم لبنوك الدم في الدولة، والحمد لله في إقبال جدا جيد من أهالي وأصدقاء المرضى للتبرع بالدم. وأحب أقول طبعا أنه أقارب المرضى لو يتبرعون ما يتبرعون لنفس المريض، لأن علميا وطبيا لا يفضل تبرع الأهالي من الدرجة الأولى، لكن هم يتبرعون لمرضى آخرين فيدعمون المخزون المتوفر في بنوك الدم.
فحتى نحفظ التباعد الاجتماعي، لأن المركز في مساحات محدودة، فإحنا بادرنا هذه المبادرة بمخاطبة نادي الوصل الرياضي، واليوم أوجه لهم كل الشكر والتقدير والاحترام على الدعم اللامحدود، فهم وفروا لنا صالة الألعاب الرياضية مبردة كبيرة، وهي صالة الشيخ راشد بن مكتوم، وكون المركز طبعا قريب على مركز صالة التبرع بالدم في نادي الوصل، قريبة جغرافيا عن مركز التبرع بالدم، فلوجستيا جدا مناسبة بالنسبة لنا لنقل المواد ونقل الدم. فحمد لله من الأسبوع قبل الأيام، من الأسبوع السابق بدينا نستقبل المتبرعين في نادي الوصل بعد الإفطار من الساعة 7 مساء إلى الساعة 11:30 ليلا، ومستمرين إحنا إلى نهاية شهر 5 إن شاء الله بهذا الإجراء. فمركزنا مفتوح، يستقبل المتبرعين صباحا من الساعة 7 صباحا إلى 1:30 في خلال شهر رمضان الفضيل، بالإضافة إلى أنه نفتح مرة ثانية مساء من 7 مساء إلى 11:30 في مركز دبي للتبرع بالدم اللي واقع داخل حرم مستشفى لطيفة، لكن بالإضافة إلى هذا في صالة التبرع بالدم داخل نادي الوصل اللي هي طبعا تضمن التباعد الاجتماعي، مبردة نظيفة. شفنا أنه المتبرعين كثير مرتاحين في تواجدهم حاليا في المركز، لأن صار الضغط أقل على المركز، بالإضافة إلى أنه وجود مكان آخر للتبرع بالدم لضمان سلامتهم. نعم دكتورة، طبعا يعني المبادرات اللي تقومون بها بخصوص موضوع التبرع بالدم، ودائما يعني مبادرة التبرع بالدم هو يعني جانب إنساني نبيل، ونحن تحدثنا فيه أكثر من مرة. كيف تشوفين دكتورة مي إقبال أفراد المجتمع على هاي النوع من الحملات؟ والله إقبال جدا جيد. أنا يعني أحيي وأدعي بأنه الله يجازي كل الأشخاص اللي ما صدق أخوي عبد الله، يعني لو قسم منهم قلنا لهم أنه لم تتبرع لأنه مثلا عنده شيء طبي بيزعلون، يحبون يعطون جايين للتبرع بالدم في ظل هاي الظروف اللي الناس تحاول أنه تقعد في بيتها. لكن طبعا وعي المجتمع وثقافته هي اللي تخلي الناس وحبهم طبعا للخير أكيد هي اللي تدفع الإنسان، وفي مجتمع الإمارات والمعروف بالحب والعطاء والأخوة والإنسانية والمساواة، يعني الحين إحنا حسب إحصائياتنا 150 جنسية تتبرع في الدم، كلهم يأتون للتبرع بالدم لناس هم عمرهم ما حيقابلهم ولا يعرفون هذا الدم وين حيروح، حيروح الطفل، حيروح بغض النظر عن جنسية أو لون أو ديانة المريض اللي رح يتلقى الدم. الإقبال جدا جيد، وخلال شهر رمضان الفضيل شفنا إقبال كثير من بعض القبائل، القبائل تتصل فينا وتحب تنسق حملات للتبرع بالدم، مثلا اللي يأتون ويحسون أفراد القبيلة للتبرع بالدم، وهذا شيء طبعا مو غريب على دولة الإمارات المعروفة بالعطاء والحب والإنسانية. فحمد لله في إقبال جيد والناس تحب تتبرع بالدم. حتى إحنا طبعا يوميا من بدت جائحة كوفيد بدينا نسوي إحصائيات يومية ونشوف المتبرعين، طبعا مو أقل من 140 شخص يتبرع بالدم في مركز دبي للتبرع بالدم، هذا أقل عدد، بين 140 نوصل إلى 250 متبرع يوميا حتى نقدر نلبي حاجة المرضى في المستشفيات. يوميا نعمل إحصائيات نشوف كم واحد إجا بعد اتصال هاتفي، كم شخص إجا بعد ما بعثنا لمسج SMS، كم شخص إجا لأن عنده أقارب. فالإحصائيات تبين أنه في كثير ناس يعني اللي يجون نحن نسميهم walk-in، إن هم بس حابين يجون يأخذون موعد ويتقدمون للتبرع بالدم. كذلك في زيادة في عدد الأقارب المرضى، لأن المستشفيات بدأت توجههم إذا في تقدرون تتبرعون إذا تقدرون توجهون حد يتبرع، ففي إقبال جدا جيد الحمد لله، اللي خلى مركز دبي في هيئة الصحة في دبي يقدر يوفر ما لا يقل عن يوميا 70 وحدة دم فقط لمرضى الثلاسيميا، هذا هو احتياجهم اليومي 60 إلى 70 وحدة دم،
بالإضافة طبعا إلى الحالات المرضية الأخرى في جميع المستشفيات، مثل ما قلنا 40 مستشفى خاص، هذا عدد كبير، لكن الحمد لله أنه إحنا قادرين أنه بجهود طبعا إدارة التسويق لهم كل الشكر والتقدير على دعمهم المستمر بتوعية الجمهور، الإعلان عن أوقات العمل، مراكز أماكن سحب الدم، هذا كله طبعا جهود مشتركة لدعم التبرع بالدم. نعم دكتورة، نحن طبعا نكون أيضا سعداء يعني بأن نسمع منك أنت مثلا أن يعني الإقبال جميل، وأيضا يعني الأفراد المجتمع يعني مواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات أن يكون عندهم هذا الحس الإنساني وحس المسؤولية، وتجاوبا مع يعني القيادة العليا بأن اليوم نحن دكتورة الجميع مسؤول عن الجميع، فلا تختصر فقط على جانب معين ولا تختصر على خدمة معينة، ولكن اليوم موضوع التبرع بالدم نحن دائما نقول بأنه هو حس إنساني في البداية، بأن أنت مثل ما تفضلتي دكتورة أنا شخص يصير أتبرع للشخص من جانب الإنسانية ومن جانب المسؤولية، لأني أنا الشخص هذا ما أعرفه، ولكن الإنسان يحس اليوم أنه مسؤول، كل مسؤول عن الجميع، فهذا حس جميل دكتورة، وأتمنى لكم إن شاء الله يعني كل التوفيق. أيضا دكتورة الجانب الثاني، بس عفوا أقاطعك أستاذ عبد الله، طبعا وجودنا في نادي الوصل أحب يعني أذكر هذه الملاحظة اللي يعني لاحظتها، أنه يمكن لأنه هو نادي والشباب يحبون دائما يتوجهون للنوادي الرياضية، لاحظنا أنه في إقبال كبير من المواطنين الشباب، من مواطني دولة الإمارات اللي هم الفئات الشبابية، وهذا طبعا إحنا يعني هذا هو الهدف من دائما في حتى قبل جائحة كوفيد، نسعى إلى أنه نكون نحصل على هذه الفئة من الشباب اللي هم يكونون الأساس لتبرع بالدم مستمر عبر سنوات طويلة، يكونون شباب يكونون من دولة الإمارات، وهذا حيستمرون في هذا الأسلوب الإنساني واللي طبعا هذا صحي يعني بالنسبة لهم، فهذه مبادرة جدا حلوة وإحنا فرحانين من نشوفهم يجون ويتبرعون بالدم للمرضى. نعم والله دكتورة نحن أيضا يعني من خلال حديثك يعني أيضا نحن فرحانين ومستانسين يعني بهذا يعني النتائج، وأيضا مثل ما ذكرتي إن يعني التركيز يوم يكون على هاي الفئة من يعني المواطنين اللي هم الشباب، فبيكون لدى مركز دبي للتبرع بالدم وهيئة الصحة بدبي يعني قاعدة بيانات إن الواحد ممكن يعتمد عليها مستقبلا وبشكل مستمر، لأن اليوم نحن دكتورة تعرفين بأن موضوع احتياج الناس للدم يعني ما له نهاية، دائما لابد إن في هناك ناس محتاجة إلى التبرع بالدم. نعم أكيد دكتورة، طبعا هناك في لو نتحدث معاك إنه في فصائل من الدم مختلفة، وأيضا في يعني بعض الناس يحتاجون إلى فصيلة مختلفة من الدم، ما هي فصائل الدم الأكثر طلبا لديكم في مركز دبي للتبرع بالدم؟ تقريبا حسب الإحصائيات اللي عندنا فصيلة الأو موجب هي أكثر فصيلة متواجدة بين المتبرعين، وبالتالي هي طبعا المتبرعين في هيئة الصحة قاعدة البيانات ضخمة جدا، دائما احنا نقول انه المركز يسحب 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة، فالقاعدة ضخمة وهي طبعا تعكس تواجد فئات الدم عند المرضى، لان هو المجتمع بصورة عامة هم الناس اللي يكونون مختلف شرائح المجتمع، فالأو موجب هي الاكثر تواجدا، وبعد هذا يجي البي موجب، وبعدين الاي موجب، طبعا فلذلك حاجة المرضى للأو موجب هي الاعلى، لان هم هذه هي نسبة تواجدها في مجتمع الإمارات. بالإضافة لأنه الأو موجب بيسموه دم الكريت، لأنه هو ممكن يعطي لأصناف الدم الثانية، يعطي للصنف الدم A، يعطي للصنف الدم B، ويعطي للAB. فالأو موجب هو الأكثر تواجدا والأكثر طلبا، بس طبعا اليوم أحب أن أقول إنه إحنا بحاجة إلى جميع أصناف الدم، كل أصناف الدم موجودة، لأن الدم فيه طبعا في طلب على كل الأصناف، ويفضل لكل مريض أن يأخذ نفس صنف الدم، فمحتاجين إلى الأي موجب وإلى البي موجب،
بس طبعا الأصناف السالبة هي الأقل تواجدا، واللي احنا دائما نحرص لتلبية الحاجة في المرضى لحالات الطوارئ والأزمات ان يكون في أدنى عدد معين من الأصناف السالبة تكون موجودة. وحتى هذه طبعا الأصناف السالبة دائما احنا ما نخليها في المركز، بس نعطيها إلى المستشفيات يحطوها في صالات الطوارئ والإمرجنسي اللي يستلمون الحالات الطارئة. في بعض الأوقات ما يكون في وقت حتى أنه يسوون صنف دم للمريض ولا يعملوا له فحص تطابق، فيتم نقل الأو سالب اللي هو المعطي العام يعطي لجميع الأصناف في حالات اللي لا سمح الله تكون جدا طارئة والمريض يكون منفقد كميات من الدم ولا يوجد وقت لعمل فحص التطابق وفحص فصيلة الدم. فإحنا نطلب من جميع الأشخاص الأصحاء اللي يشوفون في نفسهم أنهم يقدرون يتبرعون بالدم أنه يتوجهون إلى مركز التبرع بالدم في هيئة الصحة في دبي داخل حرم مستشفى لطيفة أو في نادي الوصل الرياضي للتبرع بالدم، وكذلك في جميع بنوك الدم داخل الدولة. فدولة الإمارات بنوك الدم فيها كلها حمد لله آمنة وسليمة معتمدة من جمعية بنوك الدم الأمريكية، فإحنا نعمل بمعايير عالية لضمان سلامة المتبرع ومتلقي الدم. نعم. أيضا دكتورة، يعني من المعروف بأن مركز دبي للتبرع بالدم هو مركز يعني رئيسي ومركز يعتمد عليه في يعني دعم سواء المستشفيات أو المراكز الصحية بالدم، وهناك طبعا نسبة كبيرة دكتورة من يعني الدم اللي يتم يعني نقله لأماكن أخرى من مركز دبي للتبرع بالدم. لو نتحدث عن هذا الجانب، وكيف يتم دكتورة توزيع الدم لديكم في مركز دبي للتبرع بالدم؟ نعم طبعا، مثل ما ذكرنا أنه مركز دبي للتبرع بالدم هو مسؤول عن صرف الدم في إمارة دبي. مستشفيات هيئة الصحة تأخذ مخزون من الدم وتحطه تخزن داخل بنوك الدم داخل المختبرات، يعني مش أنه المريض يطلب دم يأخذون من مركز دبي، كل المستشفيات بيكون في عندها مخزون كافي ومتوافر ويتم تجديده بصورة مستمرة. حتى من يطلب الطبيب المعالج الدم يكون الدم موجود ومتوفر داخل المستشفى، بس هم بشكل يومي يطلبون الدم حتى يجددون المخزون. شو استخدموا من وحدات يكون في عندهم وحدات مخزنة وجاهزة لحاجة المرضى. بالنسبة لمستشفيات القطاع الخاص داخل إمارة دبي، فالمستشفيات اللي في عندها عقود لاستخدام الدم وممارسة عمليات نقل الدم يكون في عندها عقود مع هيئة الصحة في دبي. حاليا 40 مستشفى لديها عقود لممارسة نقل الدم، لأن هذه فيها ضوابط فيها شروط لضمان سلامة المريض. هذه المستشفيات نفس الطريقة تأخذ يوميا دم وتجدد المخزون اللي يكون موجود عندها. فبالتالي مركز دبي يقوم بسحب الدم من المتبرعين، إجراء الفحوصات لضمان سلامة الدم، ويتم تحويل الوحدات الدم إلى مكوناتها. يعني من كيس الدم الواحد احنا نطلع عدة مكونات، نطلع كرات الدم الحمراء المركزة تستخدم لعلاج فقر الدم، نطلع شيء اسمه صفائح دموية اللي تستخدم في حالات النزيف، وكذلك بلازما الدم الطازجة اللي تستخدم في حالات الحروق ونقص السوائل. كل هذه تكون جاهزة وبأعلى معايير من السلامة وتكون جاهزة لصرفها إلى المستشفيات. احنا طبعا ذكرنا سابقا أستاذ عبدالله في بعض قبل الأشهر أنه في لأن المركز عنده قاعدة بيانات جدا واسعة، ولأنه 150 جنسية تتبرع بالدم، فهذا طبعا إلى مردود إيجابي في حصولنا على أصناف دم نادرة، لأنه عندنا هذه التباين في الجينات ووحدات الدم. فحمد لله المركز حرص منذ سنتين أنه إنشاء سجل لأصناف الدم النادرة أو القليلة التواجد. النادرة يعني جدا قليلة بالعالم، بس قليلة التواجد هي الأصناف اللي موجودة بس نسبتها تكون قليلة. وهذا طبعا الحمد لله قدرنا ندعم مستشفيات ومرضى محتاجين في
في أبو ظبي وكذلك في داخل دبي، اللي يكون المريض جدا صعب أنه يتواجد له وحدة دم مطابقة بسبب ندرة أو قلة وجود صنف الدم. فالحمد لله عندنا سجل ودائما يتم تجديده، وندعم المستشفيات اللي يكون في عندها فصائل نادرة. وقبل فترة أعطينا بعض الإحصائيات، يعني تقريبا إحنا حوالي 70 وحدة دم خلال السنتين السابقة من الأصناف النادرة تم صرفها إلى مستشفيات في دبي وكذلك في أبو ظبي لمرضى محتاجين وعندهم أصناف قليلة التواجد. وفي تعاون بين بنوك الدم داخل الدولة، لو في أي نقص أو في أي حاجة بنوك الدم داخل الدولة تتعاون، وهذا جزء من تخطيط الدولة لتغطية حاجة المرضى للأزمات والطوارئ. فإحنا نعمل كليتنا شبكة وفي تعاون وتجانس في العمل الحمد لله. نعم دكتورة مي، أيضا يعني لو نتحدث معاك عن موضوع الفائدة الكبيرة اللي حصلها المتبرع من خلال تبرعه بالدم، طبعا هناك فائدة صحية كبيرة يعني يحصل عليها الشخص بعد ما يتبرع بالدم، لأن في بعض الناس تعتقد بأن أنا يعني مثلا أحتاج دمي، أو إذا تبرعت بالدم بينقص عندي الدم، أو أني مثلا أتعب أو لا شيء من هذا القبيل، ولكن لا بالعكس، اليوم الشخص اللي يتبرع بعد التبرع هناك فائدة صحية كبيرة جدا، لو تحدثينا دكتورة في هذا الجانب. نعم طبعا التبرع بالدم بالإضافة إلى أنه هو عمل إنساني، وإن شاء الله يكون الشخص المتبرع أجر من رب العالمين، في فوائد صحية مثل ما ذكرت أخوي عبد الله، فهو ينشط خلايا الدم. يعني لما يتبرع الشخص، عندما يتبرع الشخص بوحدة الدم اللي هي كميتها 450 مليليتر، أقل من نصف لتر بقليل، الجسم يبدي يعوض هذه اللي تبرع به، فسوائل الجسم تتعوض خلال 48 ساعة من السوائل والعصائر اللي يتناولها الأكيادية المتبرع. بالإضافة إلى أنه نخاع العظم اللي هو موجود داخل عظامنا الطويلة هو المصنع اللي صنع خلايا الدم اللي هي كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، فيتم تجديدها وتنشيطها. فالتبرع بالدم أسلوب حياة صحي، لأن الجسم يبدي يعوض كل هذه الخلايا والسوائل اللي تبرع بها خلال فترة قصيرة. هذا بالإضافة إلى أن التبرع المنتظم بين فترة والأخرى ثبتت الدراسات أنه يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية، لأنه يقلل من كثافة الدم. فكل الأشخاص اللي عندهم كثافة في الدم أو المدخنين طبعا دائما يصير عندهم كذلك كثافة بالدم، شيء صحي بالنسبة لهم أنه يتبرعون بصورة مستمرة حتى تقل نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية. كذلك التبرع بالدم المنتظم يساهم في تقليل نسبة الحديد الزائد في الدم، بعض الأشخاص يكون عندهم نسبة الحديد مرتفعة، فالتبرع بالدم يساهم في تقليل هذا. هذا بالإضافة إلى أنه من ضمن من خلال خبرتنا مع المتبرعين بالدم والنستلمة منهم، إنه كثير متبرعين لو متعود على التبرع بالدم يقول إني ما أقدر أوقفه لأني يقلل من الصداع، يقلل من آلام المفاصل، أحس إني أنا خفيف بعد التبرع بالدم، نشط. فالحمد لله التبرع يعني عمل إنساني إضافة إلى إنه إلى مردود صحي على المتبرع بالدم. نعم دكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، الحقيقة نحن نبارك لكم هاي المبادرات الجميلة، ونبارك أيضا لكم هاي الأخبار السعيدة وعن إقبال أفراد المجتمع للتبرع بالدم، ونتمنى لك الدكتورة لك ولفريق عملك المبدع كل التوفيق، وشكرا جزيلا. شكرا لكم، الله يحفظكم. شكرا دكتورة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن حلقة اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وسعيد. وأيضا نذكركم بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية هو واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا.
ودمتم مستمعين الأعزاء في بيوتكم آمنين، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.